ممكن يصعب من فكرة انضمام لعيبة بيراميدز إلى المنتخب الأولمبي والكلام على إبراهيم عادل ومحمود صابر. إيه موقفكم دلوقتي أو شايفين ده إزاي بما إنك وصفته بأنه لا يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وإن أنت متمسكين بتأجيل اللقاء لموعد مناسب للفريقين؟ بص، هو الموضوع ببساطة إن إحنا طبعا ميعاد 22 ده، أنا من وجهة نظري هو طبعا الأجندة الدولية بتخلص عامة يوم 20. هو المنتخب خلص النهاردة، يعني إحنا مثلا عندنا لعيب، هرجع لك طبعا لنقطة المنتخب الأولمبي، إحنا عندنا لعيب مثلا زي بلاتي توري بيلعب في منتخب بوركينا فاسو، مظبوط. هو لسه لاعب ماتش النهاردة. المفروض بكرة عندهم طيارتهم، بكرة يرجع بوركينا فاسو، اي عمرهم يروح بوركينا فاسو ويجي لي طيران تقريبا حوالي 15 16 ساعة طيران، لأنه ما فيش كمان دايركت، فلازم بينزل ترانزيت، فهيجي لي قبل الماتش اللي هو يوم 21. ايوه طيب انا ليه، يعني ايه الهدف من المواعيد؟ يعني ايه الهدف ان انا اعمل ميعاد؟ خاصة ان هرجع اقول لك برضه، خاصة لسه فاكر لما عملت مكالمة معاك من قريب ايوه مظبوط. قلت لك نفس الكلام، انا ما عنديش مشكلة ان انا مضغوط في حاجة، لان الدوري لسه اوريدي ممتد ولسه عندنا فيه اصلا وقت. فانا ليه اضغط في اوقات، انا ليه اضغط فيها؟ يعني دلوقتي مثلا هرجع لك بقى النقطة الثانية، ابراهيم اقول عادل لك الاجابه من واقع مكالمتي من شويه مع الكابتن عامر حسين، ممكن استشف هيقول لك ايه لو سالته. ايه هيقول لك لانه منافسيك انا عايز اخلص لهم ماتشات في وقت معين علشان صراع البقاء في الدوري، فبالتالي انا يهمني ان الفرق تلعب عدد مباريات معين قبل ما نوصل للجولات الاخيره. طب حلو جدا. على فكره الماتش اللي هنلعبه 22 ده ماتش كاس اصلا مش ماتش دوري. مفهوم مفهوم طيب ايه علاقه بقى التنافس فيها في الموضوع؟ ايه انه داخل علشان التنافس؟ يخلص الماتشات بعد كده اللي طيب بعد ما هو انت كده. بتخلص، ما هو انت لما بص يعني انا لما بخلص ماتشات انا متفق جدا لو بخلص للناس كلها مع بعض، انا بخلص لكله مع بعض، ايوه لكن طالما في حد لسه اوريدي ما لعبش اصلا كاس اساسا من اساسه، يبقى انا ايه المال، ايه فين الداعي ان انا يعني استعجل فرق ثانيه طالما ان الموضوع لسه كده كده ممتد؟ حد ما لعبش اصلا من اساسه، اللي هو مثلا الاهلي ما لعبش ماتش دور ال 32 في الكاس. مثلا الاهلي كان عنده حاجات مشترك فيها، تمام ما فيش مشكله، ماشي وكان عنده الحاله بتاعته، فاوكي تمام. تمام مش معنى كده ان المشكله عند النادي الاهلي، عشان الناس برضه مفهوم تفهم كلامي غلط، بس معنى كده اتوضح ان يعني. يعني انا دلوقتي المفروض هلعب الماتش ده اللي هو في دور ال 16 ايوه في كاس مصر، لو انا ايا كان لو انا عديته، بنفترض مثلا ان انا عديت الماتش ده، فانا يبقى كده عندي دور الثمانيه. ايوه طيب انا دلوقتي المفروض هلعب دور الثمانيه، وفي مثلا فرقه ما لعبتش اساسا ولا ماتش في الكاس، فيبقى ايه المانع ان انا تستعجلني ليه؟ يعني ليه تستعجلني؟ وخاصه دلوقتي هرجع برضه اقول لك تاني، انا دلوقتي عندي اثنين لعيبه انا كنت محتاجهم، محمود صابر وابراهيم عادل. والمفروض الاثنين مثلا المباريات بتاعت المنتخب الاولمبي دي مش على الاجنده الدوليه. اوكي، فانا كنت ممكن كنادي عادي جدا ان انا اقول لا خلاص انا اللعيبه معايا مش هيسافروا. هو كنادي عادي لكنها عمرها ما تبقى عادي على مستوى المنطق او على مستوى محلي الخبرات السابقه يعني، او على مستوى وهو رد الفعل. وعشان كده برضه عشان كده يعني الناس احنا في اتخضت الاخر، لما قرت. وعشان كده في الاخر احنا قلنا لا طبعا في الاخر خلاص ده في الاخر هو اسمه منتخب مصر، حتى لو مش على الاجنده الدوليه ده اسمه برضه منتخب مصر. مظبوط. فانا حصلت مكالمه مع الناس المسؤولين في المنتخب الاولمبي، قلت لهم طب هل ممكن ان هم يقعدوا يلعبوا معانا ماتش 22 ويسافروا على طول بعد الماتش، فيبقى عندكم هم يوم 23 حتى لو اتمرنوا تمرين خفيفه، ويبقى معاكم تمرين 24 ويلعبوا 25. ايوه يعني بجيبها ناحيه حتى انا بستاذن ان انا يعني يفضلوا معايا يلعبوا الماتش ويمشوا. فكانت الاجابه ايه؟ لا كانت الاجابه ان الموضوع طبعا صعب جدا، لان كمان في لعيبه ثانيه في انديه ثانيه المفروض برضو عندها ماتشات في التوقيت ده. ايوه فلو انا سمحت لحد معين مش ايوه هسمح هيقول لك لحد. اشمعنى صح؟ هيقول لك اجابه منطقيه بصراحه. منطقيه. ما انا ابص يعني انا شايفها منطقيه ما عنديش فيها مشكله، وشايف الكلام ده انا اعتقد كله على المطلوب بعيد المطلوب. مفهوم انا ممكن على فكره مفهوم. مش مع المنتخب خالص، لان انا فهمت وبالتالي اللعيبه ملازمه ومش اي مشكله، لكن مضغوط صح، انا في سبب واحد يخليني اضغط انا هضغط والله انا هضغط. وايه المنطق اللي يخلي الاجنده الدوليه 22 ليه؟ يعني ليه؟ صح مفهوم. طيب يعني